هنا برشلونة حيث ولد الطفل الوسيم ابن العائلة الثرية جيرار بيكيه الذي عاش طفولة مثالية في كنف أبيه رجل الأعمال والمحامي الناجح وأمه الطبيبة. ليكون من السهل عليه الانضمام إلى لاماسيا أكاديميات برشلونة. كانت الحياة تحب بيكيه الصغير، نجاته من الموت المحتم بعد سقوطه من شرفة المنزل، والغيبوبة التي دامت يومين جعلت منه الفتى المدلل للأسرة الغنية ليكبر وتستمر ملعقة الذهب في فمه. ولأن أصعب مدارس كرة القدم كانت لاماسيا، كان على بيكيه أن يحارب على مركزه. ورغم فترة صعبة في الشباب انتقل فيها إلى مانشستر يونايتد ومن ثم إلى نادي آخر، عاد جيرار إلى بيته الدافئ برشلونة ليبدأ مسيرته التي امتدت لسنوات محققا فيها 33 لقبا مع مختلف الفرق التي لعب فيها وأكثرها طبعا برشلونة. بيكي لم يجعل حياته مختصرة على كرة القدم، ابن العائلة الثرية طور الثروة ودرس إدارة الأعمال، يؤسس إمبراطورية ضخمة من الشركات ومنها شركة الألعاب الفيديو وماركة مستقلة للنظارات الشمسية، مكتب للمزايدات الرياضية، إضافة إلى شركة عقارات ضخمة. إلى جانب شركة تملك حقوق بث منافسات البطولة لرياضة التنس. وأيضا بيكيه هو رجل سياسة يدعو دوما لحكم كاتالونيا الذاتي، وهو الساعي لإدارة برشلونة مستقبلا. بدأ خطواته العملية بهذا الشأن كمؤسس لشركة كوزموس القابضة مستحوذا عبرها على نادي إسباني. ثم اشترى نادي جيمانتش مخططا للمنافسة والتوسع في مشروع رياضي جديد. ولعل الصدمة الكبرى في حياة جيرارد كانت بعد انفصاله عن نجمة البوب العالمية شاكيرا بعد سنوات من الحياة السعيدة أسريا. تحطمت الأسرة المثالية على حجارة الخيانة التي اتهم بها جيرارد، لتبدأ مرحلة جديدة في حياته عنوانها اعتزال العشقين كرة القدم وشاكيرا.